مساء الخير على كل مشاهدي برنامج باختصار. النهاردة أولى حلقات الموسم الثالث للبرنامج، فقررنا أنا وأسرة البرنامج إن إحنا لازم تكون النهاردة حلقة مميزة وقوية ومختلفة. عشان كده اخترنا إن إحنا نتكلم عن حاجة تخص كل بيت مصري، نخش بيها كل بيت مصري ونتكلم عن أهم حد موجود في الأسرة وهو الطفل. الأطفال يعتبر في الأول في الآخر الطفل لما بيكبر بيبقى إنسان، فلازم نتعامل معاه وهو صغير على أني أنا بتعامل مع إنسان، أنا بكبره بطلعه للمجتمع. الطفل لو أنا ربيته كويس من وهو لسه صغير فأنا بطلع إنسان للمجتمع، عارف هدفه، عارف هو عايز إيه، إنسان ناجح. لكن لو أنا ما اهتمتش بالطفل من وهو صغير وتعاملت معاه على أساس أنه هو يعني حاجة مهمشة في البيت، فأنا بطلع للمجتمع إنسان فاشل مش عارف هدفه، بيدور على نفسه في الحياة ومش لاقيها. يعني أكتر من وصلنا لحد دلوقتي ل 193 دولة اتفقوا سنة 1989 على أن هم يعملوا اتفاقية خاصة لحقوق الأطفال في كل حاجة، الرعاية الخاصة بيهم والتعليم. وخلينا نركز على التعليم شوية لأن هو محور أساس فقرتنا النهاردة، تطوير تعليم الأطفال، لأن التعليم عملية تراكمية بتعتمد كل مرحلة على المرحلة اللي قبلها. فأنا لو أسست الأطفال صح من وهم صغيرين وحطيت بنية قوية، فأنا كده علمت الطفل إن هو طول ما هو ماشي فأنت ماشي صح، ماشي خطوات صح. وكمان أنا بدي هدف دايما لحياة الطفل إن هو يتعلم في حياته إنه يمشي على خطوات، ما يمشيش من غير أهداف في الحياة. خلونا بقى نبدأ حلقتنا النهاردة بضيفتي الجميلة اللي مشرفاني، أستاذة صباح غريب، مدربة منتسوري وجلين دومان ومؤلفة كتاب الكيمياء تغني. أهلا وسهلا أستاذة صباح. أهلا بحضرتك أستاذة ناس. وإحنا اتفقنا إن الطفل ليه حق علينا، فسيبيني ارحب برضو بحازم باشا. ازيك؟ كويس والحمد لله. الحمد لله. طيب خليني ارجع لك تاني، وانا عايزه اعرف انت عندك اكاديميه اسمها كلاين اينشتاين، صح؟ أيوة. كده كلاين اينشتاين، كلميني عنها. هي كلاين اينشتاين هي الاكاديميه المنوطه بانها تعبر عن البرامج التعليمية الحديثة. بنجيب البرامج التعليمية الحديثة بالنسبة للطفل وندمج ما بينها. الأساس في كلاين أينشتاين بين نصين، النص الأولاني هو برنامج مونتسوري، وده المؤسسة بتاعته ماريا مونتسوري، دكتورة ماريا مونتسوري. تمام. والنص الثاني قائم على برنامج الفلاش كارد. وبرنامج الفلاش كارد دوت له مؤسس مهم جدا، العالم اسمه دومان جلين او دومان جلين. فاحنا هنعرف النهارده الفرق بين البرنامجين، وده بيطور ايه، وده بيتكلم عن ايه، وازاي احنا دمجنا ما بينهم علشان نطلع منتج افضل وهو الطفل. طب قولي لي الاول، منين جات لك فكره اصلا ان انت تدمجي ما بينهم؟ ده لازم يخليني يعني اتكلم معاكي عن طريقتين. ماريا مونتسوري بتتكلم عن تطوير حواس الطفل. تمام. وبتقول ان الحواس اللي احنا عارفينها هي خمسة. لكن عند ماريا مونتسوري لا، هي مش خمسة، هي سبع حواس. الخمسة اللي عندنا هم حاسة النظر، الشم، التذوق، اللمس والسمع. هي خدت حاسة اللمس دي وقالت لا، هي مش حاسة واحدة، ده هي كذا حاسة في بعضها. ايه هما؟ حاسة الوزن، ان انا عندي الوزن اعرف التقيل والخفيف. حاسة درجة الحرارة، ازاي اعرف ان ده بارد وده سخن. حاسة الملمس، ازاي اعرف ان ده خشن وده ناعم. التلاتة احنا بندمجهم على بعض كده وبنقول دي حاسة ايه؟ حاسة اللمس. ده ماريا مونتسوري، فهي قائمة في الأول على تطوير الحواس ومهارات الطفل. أما دومان جلين فهو قائم على تنمية
المواد والمعلومات اللي جوه مخ الطفل. تمام. بيقول ان مخ الطفل دوت ممكن يكون عامل زي الكمبيوتر بالظبط، جواه كم رهيب من المعلومات علشان يقدر يواجه الانفجار المعلوماتي اللي احنا بنعيش فيه حاليا. تمام. طب طيب دلوقتي بقى احنا لو علمنا الطفل على طريقة مريم مونتسوري، يبقى احنا كده هنفضل ندرب في المهارات بتاعت الطفل والحواس بتاعته ونضيع منه 4 سنين، لان مريم مونتسوري البرنامج بتاعها بيتكلم من 0 لـ4، تطوير مهارات وحواس. تمام. ويبدأ التعليم من 4 لما فوق لـ18 وفيما فوق. أوكي. اما دكتور جلين فبيقول ان احنا بنبدأ تعليم الطفل من وهو عنده 4 شهور، لان حاسة النظر هو بيكون مولود الطفل عموما، حاسة الشم والتذوق واللمس والسمع حادة جدا، اما حاسة البصر فبتكون ضعيفة جدا في اول 4 شهور، بعد كده بيبدأ يشوف بس مش كل الالوان، عشان كده في طريقة دومان جلين بيبقى في الكروت الاول بالابيض والاسود تحفيز لحاسة البصر ويدربها علشان يشوف ده كويس. شيء جميل جدا. يبقى انت دمجتي ما بينهم وعملتي كتاب اسمه الكيمياء. لا استني بقى. الكيمياء تغني. قولي كلميني شويه عن الكتاب، وبعدين انت قلتي لي اغنيه بتعلمي بيها الاطفال الكيمياء جميله جدا، فقولي هي مش غنوة. عن الكتاب هي الفكره جت عن طريق رباعيات صلاح جاهين. رباعيات صلاح جاهين هي بتعبر عن كل حاله انسانيه بـ4 ابيات، عشان كده سموها الرباعيات. اوكي. فاحنا بنعمل رباعيات على هذا النمط برضو بس بالكيمياء. أوكي. يعني مثلا احنا ناخد مثلا عنصر زي عنصر الهيدروجين. الهيدروجين بيبقى فيه الرقم الذري وبيكون فيه الرمز بتاعه وبيكون فيه انا الاقيه فين او بستخدمه في ايه وهكذا. فبقول مثلا الهيدروجين 1H خفيف وصغير وكتير في الكون، وهو الكوتش. هو الكوتش يعني هو المهم جدا في الكون. هو اصلا في الكون. ما هو فكره ان احنا نوصل الكيمياء للاطفال عن طريق الغنى فكره طبعا رائعه، لان الاطفال ما بيعملوش حاجه في حياتهم طول النهار غير ان هم بيسمعوا اغاني وبيحفظوها. ما هو ده برضو القائم في السوشيال ميديا، ان الطفل مثلا عايز يحفظ اي حاجه او يعرف اي شيء بيعرفها عن طريق الاعلان. صح؟ صح. الاعلانات لو انت بصيتي في الاعلانات بتاعت القنوات كلها هتلاقيها كلها عباره عن اغاني علشان يعرف المنتج دوت ويبقى سهل عليه اسمه فيطلبه من ماما وبابا او المكان دوت، فيبداوا يالفوا غنوة على المكان اللي هم عايزين الطفل يتوجه اليه بالطلب وهكذا. طب ايه المشكله ان احنا نستغل بقى ده في حاجه هو المفروض ان هو هيعرفها بعد كده وتكون من اساسيات العلوم. طيب احنا عمالين نتكلم بس الناس لحد دلوقتي برضو مش فاهمه الاكاديميه بتعمل ايه. انا هقول لكم الاكاديميه من الطفل من اول 4 شهور ولا لسه اربع شهور. من ابتداء من 4 شهور فالاكاديميه عند استاذ صباح بتاخده عندها وتبدا تعلمه الكيمياء والفيزياء والجغرافيا. اي سؤال في الكيمياء او الفيزياء او الجغرافيا ممكن انت كنفسك كشخصك ككبير ما تعرفوش تلاقي الطفل عارفه. يمكن معانا النهارده في الاستوديو طفل جميل مشرفنا، عامل قلق شويه بس يعني لان احنا هنعمل تجربه عمليه مع الطفل سواء في الجغرافيا او الكيمياء او جسم الانسان كمان. ده حاجات كتير في كل المواد. يعني احنا بس احنا بنقول احنا بنضرب مثل ان الانسان لو عايز يعلم الطفل اللي قدامه اي حاجه في الدنيا ابدا من وهو الطفل صغير. ليه؟ لان لسه الخلايا بتاعت مخه لسه فاضيه ولسه زي ما بنقول كده بيور وصافي. هخليكي تكملي بس خلينا يعني بعد ما استاذه صباح هتكمل هعرض عليكم فيديو نشوف فيه بعض الاطفال في الاكاديميه ازاي هي بتتعامل معاهم وازاي هي بتبدا تعرض عليهم الاسئله في الجغرافيا علشان يعني تبقوا معانا في الصوره اكتر. يمكن انا شفت بس انتوا اكيد عايزين تشوفوا. كملي بقى. بنقول ان دوت مش خاص، او الطريقه ديت مش خاصه بالجغرافيا والكيمياء والفيزياء والاحياء. لا 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 خالص، هي خاصه بكل العلوم. اي علم انت عايزه تحطيه جوه مخ الطفل ده حطيه براحتك جدا، بس
ليها طريقه، فالطريقه دي بتاعتنا. فاحنا حتى ما عندناش غضاضه خالص ان اي حد لو عايز يتعلم الطريقه ديت اي مكان تاني، حتى ولو منافس لينا مهتم ان هو يطور علشان ولادنا كلهم يتعلموا، احنا ما عندناش اي غضاضه ان احنا نعلمهم الكلام ده. بس احنا جايبين نموذج علشان ما نكترش على الناس، فبنقول حتى الكيمياء، حتى جسم الانسان، حتى الجغرافيا اللي بيستصعبوها في الثانويه العامه، واحنا شايفين اولادنا طالعين ازاي من امتحانات الثانويه العامه طبعا. زعلانين جدا من امتحان الكيمياء وبيعيطوا. يا جماعه هو مش غلط الامتحان، هو غلط ان احنا ايوه ما أسسنا غلط. اسسناش من الاول. صح. بس فهي دي الفكره في ان احنا اخترنا المواد دي، لكن كل المواد متاحه جدا ان هو يتعلمها. تيجي نشوف الفيديو، اتفضل. انا اسيبكم تشوفوا الفيديو ونرجع لكم تاني. يلا يا روزة. فين تونس؟ تونس عاصمتها ايه؟ تونس. شكرا يا سهى. يا سلمى طيب، ورجعنا لكم تاني مع الطفل حازم بقى. يعني احنا كنا في الاول مع أستاذة صباح، خلونا نرجع نسأل شوية الطفل عن في الجغرافيا واستمتعوا معايا. ازيك يا حازم؟ كويس. طب ايه رأيك أسألك شوية أسئلة؟ ممكن اقول لك اسم اي قارة كده او بلد وانت تقول لي العاصمة بتاعتها ايه؟ يلا بينا. ها؟ سيشل. سيشل فوكتوريا. علي صوتك. سيشل فوكتوريا. اوكي. موزمبيق. موزمبيق مبوطو. برافو. جزر القمر. جزر القمر ما سمعتش كده. جزر القمر موروني. انا اسفه، جزر القمر. انا بعتذر لحضرتك جدا. اوكي. يلا نكمل. نايجر. نايجر نيامي. اوكي. رواندا. رواندا كيغالي. السودان. السودان الخرطوم. السنغال. السنغال تاكون. نيجيريا. نيجيريا بوغا. الكونغو. الكونغو مظافير. اوغندا. اوغندا كامبورا. الصحراء الغربية الديمقراطية. العيون. المغرب. المغرب الرباط. غينيا الاستوائية. مالابو. ليبيا. ليبيا طرابلس. جنوب افريقيا. جنوب افريقيا بريتوريا وبلومفونتين وكيب تاون. برافو برافو. يعني ما شاء الله ما شاء الله. هو بس يمكن احنا شفنا دعينا يعني طفل واحد ده في الجغرافيا، ده احنا لسه هنساله في الكيمياء وهنساله في جسم الانسان. وبجد ما شاء الله. انا عايزه اقول لك ان انت الاكاديميه بتاعتك ما شاء الله يعني بتطلعي اطفال عباقره. استاذ حازم لو سمحت ممكن اتكلم بعد اذنك؟ ايوه. اوكي. انا مبسوطه جدا ان احنا بجد لسه عندنا حد بيفكر ان هو يطلع عباقره للمجتمع. انت عارفه الاكاديميه دي ممكن توصلنا لايه؟ يعني لما يكون اطفال عندهم صغيرين في السن ده بيوصلوا في الكيمياء والجغرافيا ونساني الكيمياء والجغرافيا والفيزياء والاحياء بيوصلوا للتطور ده في التعليم، فدي حاجه فوق الرائعه. هو الفكره في ان كل نظام تعليمي بيكون ليه وعليه. هو احنا قلنا نظام دومان جلين ليه انه بيخلي الطفل معلوماتي جدا، عنده انفجار معلوماتي لا حصر له. ليه؟ لان هو بيديله معلومات، يديله معلومات. يعني حتى هو في مرحله في البرنامج اسمها مرحله الذكاء، مضاعفه الذكاء. البرنامج دوت بيخليه يعرف مش بس الاشياء، لا ده كان بيعرف معلومات كتيره عنها. نهدى شويه بعد اذنك.
لا مش هنقعد جنبه بقى. معلش هو عشان طفل فاحنا مش عارفين نسيطر عليه في الاول وفي الاخر، الاطفال في السن ده وهم لسه صغيرين ما بنعرفش نسيطر عليهم، فحاولوا بقى ان احنا ايه نستمتع بالحلقه مع الطفل الجميل اللي مشرفني برضو حازم. قال احنا مش متضايقين منه على فكره، ما اعتقدش ان حد متضايق منه يعني. ما هي دي الفكره، ان احنا ما بنكبتوش، ده طفل هو يعني برضو اللي بيتاخد على بعض البرامج انهم يقولوا ايه ده بيكبتوا الطفل، ده بيبقى كده بيفضل يتعلم كل حاجة. لا هو مش بيتعلم طب غصب استأذنك بقى عنه. ثانية واحدة يا جماعة، لو هينفع نطلع فاصل نحل المشكلة بتاعت أستاذ حازم اللي عمال يلف لنا في الاستوديو كلها ونرجع لكم تاني. معلش ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. طبعا احنا خيرنا الطفل الجميل حازم بناء على طلب مامته طبعا، وقالت ان هو خلاص لا انا عايز اطلع، مش عارف يقعد، هو مش عارف يقعد على الكرسي. فخلونا نرجع نستمتع بقى بباقي الحلقه مع استاذه صباح غريب. خلينا نتكلم في جزئيه تانية غير الجغرافيا، لان احنا شفناها سواء كانت تجربه عمليه مع الطفل او في الفيديو. خلينا نتكلم شويه عن الكيمياء مثلا. الكيمياء صعوبتها في ان الطفل يعرف اشياء جامدة بالنسبة له، علشان كده انا بقول ان مش كفاية ان يكون في اي مؤسسة تعليمية بالنسبة للاطفال انها تتبنى نظام واحد بس، وهو دوت اللي بيخليني اقارن بين النظامين، نظام جلين دومن اللي هو النظام فلاش كارد يعني كروت زي كده، وانا احركها قدام الطفل بسرعة معينة وأقول له معلومات، فبقدر إن أنا أحول مع الوقت عين الطفل دي لكاميرا، أي حاجة بعد كده يشوفها تتخزن في الذاكرة بتاعته، وبين نظام ماريا مونتسوري قايمة على الإحساس والملمس، يعني لازم يلمس حاجة زي كده علشان يعرفها. فالكيمياء كنت عايزاها حاجتين. معلش بصي، انت عايزه بس قبل ما نروح ننتقل هنا، انت بتقولي انك بتحركي الكيرت بطريقه معينه بسرعه معينه. يعني بتحركيه مثلا الاول بسرعه. انا هوريكي كده نموذج، ان انا هقول لك الكالسيوم 20 سي اي، الهيليوم 2 اتش اي، الهيدروجين 1 اتش، الاكسجين 8 او. اوكي. ده ممكن الطريقه ديت، دي سرعه متوسطه، لا هي سرعه عاليه ولا هي سرعه منخفضه. احنا عندنا برضو 3 طبقات بس، يعني ده تفاصيل. يعني انت عارفه لما عملتي كده انا انتبهت لايه؟ ان فعلا انت بتعلميهم بالنظر اكتر، لان انا اتبصيت على الصوره وبدات اسمع منك. ما هو دوت اللي انا قلته في المقدمه، ان جلين دومان بيستغل حاسه البصر، عشان كده بيستنى ال4 شهور اللي احنا بنقول ان البصر بيكون ضعيف فيهم، وبعد كده بيبدا يدي للانسان دوت او الطفل ده الرضيع المعلومات اللي هو عايزها كلها عن طريق الفلاش كارد. بس مش طول عمره هيفضل يتعلم فلاش كارد، يعني انا كمؤسسة للطفل، مؤسسة لتعليم الطفل، انا ما ينفعش ان انا اعلم الطفل كروت كده واطلب منه ان هو يفضل قاعد في مكان. علشان كده انت هتلاقي النموذج اللي كان معانا النهارده من الاطفال، هو مش عايز يقعد في مكان، هو عايز يتحرك، عايز يلمس، عايز يتعرف على ده. الطفل مستكشف بطبيعته، فبندي نفس المواد باسلوب تاني، وهو اسلوب ماريا مونتسوري. ماريا مونتسوري يمسك الحاجه ويتعرف عليها بالملمس ويشوفها، وتلاقي بعض الاطفال يحط الحاجه في بقه، تلاقي بعض الاطفال يستخدم ده صوتها عشان يسمعها، وفي بيشمها، ويعني وهكذا. ده اسلوبين لازم يتكاملوا مع بعض. طيب العلماء بيقولوا النص فص المخ مسؤول عن الموسيقى والمشاعر والفن، والنص التاني مسؤول عن المعاملات المادية والحسابية والكلام ده كله. فاحنا فكرنا بما ان الأنظمة هي بعيدة عن بعض جدا، احنا ليه ما ندمجهاش ونخلي المنطق بتاعنا يتغنى بموسيقى بتوصل ورتمية أسرع، بتوصل معلومة وتبقى أسهل بالنسبة للطالب. أيوة صح. في
في الاول وفي الاخر هو طفل. طيب انت بتاخدي الاطفال من اول اربع شهور صح؟ ايوه. لحد سنه كام بقى؟ عنده كام سنه؟ هو المفروض ان الانسان ما بيبقاش لحد ان هو يتعلم. ايوه بس انت بتاخدي يعني الطفل المفروض ان انا اقول فلك أنا ما ينفعش ان انا مثلا أنا خلاص تاسيسه ما بقاش نافع دلوقتي، ده هو ستارت من سنه كام بقى؟ يعني خمس سنين ست سنين ده اوكي بيخش عندك عادي؟ بيخش عندي. لحد سنه كام بقى؟ لحد 18 سنه. لحد 18 سنه؟ لحد 18 سنه. ده انت الاكاديميه مش للاطفال بس يعني؟ لا، لان احنا عندنا القدره في الاكاديميه بتاعتنا ان احنا نحول اي منهج حتى لو منهج الجامعه لمنهج مبسط جدا يدرسوه، حتى لو بالاغاني وبالفلاش كارد وبالطريقه العمليه، الماتيريال كله كله موجود. طيب قولي لي لو مثلا حد في ثانويه عامه بقى والكيمياء والجغرافيا والحاجات دي انت بتديها لهم ازاي؟ اكيد مش بالغنى، ما هو انت 18 سنه ده انت كده وصلتي لثانويه عامه. تمام. يعني انت بتدرسي له ازاي؟ بتدرسي له ازاي؟ ما هو ده بقى اللي بقوله، ان لازم اي اكاديميه لازم تتابع التطور اللي بيحصل في الادوات التعليميه. يعني انا جايبه هنا اهوت نظاره في ار اهي وكروت. الفي ار والكروت وانه يشوف الحاجه مجسمه قدامه، وان العناصر الكيميائيه لما بتتحط جنب بعضها وتتحد بتكون مركبات مختلفه، ده شيء ممتع جدا بالنسبه للانسان حتى لو ما دخلش معمل. احنا طبعا عارفين ان احنا دوله مش بتتمتع المدارس بتاعتها كلها بمعامل، وساعات بيكون الطلبه ما بيحصلوش على دخول المعمل بسهوله، فاحنا بنقول لهم بلاش تخشوا معمل علشان في خطر، علشان في امكانيه لوجود تفاعلات كيميائيه ضاره او ابخره او شظايا ناريه او او او، فاحنا بندخلهم المعمل وبيعيشوا الحياه على نظاره زي كده في ار. كل شيء موجود. حلو جدا فعلا، حلو التشريح اهو. ده بقى ده عندي قصه تانية خالص. احنا معانا اصلا فيديو صح بيشرح كل حاجه في جسم الانسان وبيورينا انت ازاي بتوصلي لهم المعلومه. ايوه تيجي نشوفه؟ اتفضلي يلا بينا. دول ايه؟ الرئتين. برافو عليكي. طب وهنا ده ايه؟ القلب. طب مين حافظ غنوة القلب؟ انا قلبك. ها اتفضلي قولي. انا ضخ الدم من جسمك، انا حجمي ارض جسدك، اعتني بيا من فضلك. يبقى القلب قد حجم ايه؟ قبضة الايد. القلب قد حجم ايه؟ طيب ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ الكبد. الكبد، برافو. يبقى عندنا هنا الرئتين وعندنا هنا القلب. هنا عندنا الرئتين وعندنا هنا القلب وعندنا هنا الكبد. وعندنا دي كلها اسمها امعاء، وهنا في امعاء رقيقه وامعاء دقيقه. تعالي يا مريم، تعالي يا مريم. ماشي، فين القلب هنا يا مريم؟ برافو عليكي. القلب حجمه قد ايه يا مريم؟ صغنن قد ايه؟ قد قبضة ايديكي دي صح؟ القلب قد قبضة الايد صح؟ شطورة. كلنا طبعا شفنا الفيديو ورائع بكل ما تعنيها الكلمة. كلميني شوية بقى عن الطفلة اللي انتي قلت لها بصي ايديكي قد ايه؟ دي مريم. مريم دي طفله جميله جدا وما شاء الله عليها، ما شاء الله. يعني احسبها انها تكون من النوابغ لو كملت بالاسلوب دوت في التعليم، لان هي عندها المهارتين، مهاره الذاكره المتسعه اللي بنحصل عليها عن طريق برنامج جلين دومن، ومهاره
ما شاء الله الفك والتركيب والمنطقيه والحسابات بالنظر اللي بنحصل عليها من طريقه مونتسوري. فهي جمعت المهارتين ما شاء الله، مع ان سنها صغير. عندها كام سنه بقى؟ هي عندها سنتين وشويه. بقى لها قد ايه معاكي في الاكاديميه؟ بقى لها تقريبا سنه. سنه ما شاء الله. يعني لو الناس حسبتها هتقول سنه وشويه، يعني كانت طفله رضيعه بقى لها سنه يعني، وانت عندها سنتين ونص، يعني هي كانت جايه لك من سنه ونص. سنه ونص فعلا لسه طفله رضيعه. ده اولا سنين، سنه ونص دول احنا يا دوبك اي ام او اي حد في البيت او في الاسره بيعلم لسه يقول بابا ماما. لا ده دي ما شاء الله عليها، يعني دي كيمياء وفيزياء علشان برضو نكون برضو يعني نوعي الامهات. ماما وبابا هو ممكن يتعلم بدل اللغه 10. اوكي. الفكره انت بتقولي له ايه، الفكره انت بتقدمي له ايه، وبتقدميها ازاي. بس وبتتعاملي معاه زي بالظبط ما بنشوف طفل عصبي. اول ما بنشوف طفل عصبي بنقول لماما اهدي يا ماما، بنقول لبابا لو سمحت وطي صوتك، ما بنكلمش الطفل. ليه؟ لان الطفل ده مخرج. المهم المدخلات بقى، المدخلات هي الاب والام والاسره ككل. يعني احنا بنقول حاولوا تساعدوا كمان للجد والجده والجيران. يا جماعه احنا كمجتمع لازم نحاول نساعد بعض تاني علشان ننهض بالمجتمع، انه يتحول من مجرد اطفال ما بيغنوا اغاني ملهاش اي لازمه في الحياه وما بتفيدهمش، بل بالعكس بتعلمهم حاجات مش كويسه، الى انه لا تعالوا نعمم. احنا ممكن يكون عندنا اغاني جميله كتير زي اللي احنا سمعناها كده في الفيديو. احنا برضو بننفرد بيها في كلاين اينشتاين، ان احنا كل جهاز جوه جسم الانسان عاملين له غنوه. الجهاز الدوري عاملين له غنوه، الجهاز التنفسي عاملين له غنوه، الجهاز الهضمي عاملين له غنوه. ده انت بتاخدي الاطفال في، ممكن طفل لو جالك تحسي ان هو مش هيستقبل منك المعلومه، او حاولتي مع طفل وما قبلش منك الكلام وحسيتي ان هو ضعيف شويه معاكي في الاكاديميه؟ ما هي ديت الفكره في المدرس، ان ما فيش حاجه اسمها طفل ذكي وطفل غبي. هو في حاجه اسمها طفل وانا بعمله، يا اما هو طفل ذكي يا اما غبي. يعني احنا اللي تقصدي احنا اللي بنعمل اطفالنا. أكيد. سواء يكونوا اذكياء او ان هم يكونوا يطلعوا اغبياء، واحنا اللي بنتحكم في الدرجه كمان، سواء حاد الذكاء. طبعا انا ما بنكرش ان في عامل وراثي، لكن العامل الوراثي دوت له درجه، بس كمان الحياه والتمارين وانك تشتغلي على ابنك دوت بينميه كتير وبيرفعه درجات كتير. ما انت هاتي مثلا طفل من الاكاديميه دارس العناصر الكيميائيه، دارس جسم الانسان، دارس جغرافيا، دارس دارس دارس، وحطيه جنب طفل ما يعرفش غير انواع الحلويات والكرتون وبقى متلقي وشويه وهيصاب بالتوحد. فرق شاسع طبعا. يعني فرق شاسع. طب انا هسالك سؤال، انت بتاخدي الاطفال عندك في الاكاديميه يعني مش كانهم رايحين نيرسري او حضانه، انت واخداهم اكاديميه تدريس تطوير تعليم صح؟ لازم برضو اقول لك ان لازم يكون في فن شويه، يعني في لازم فن. يكون متع يوميا عندك ولا بيبقى ولا في ايام معينه بقى، ولا بتاخديهم كل يوم؟ هو كل يوم، كل يوم بنلعب ونتعلم، كل يوم بنلعب ونتعلم. وبالنسبه للطفل، ماريا مونتسوري قالت ان في مرحله اسمها مرحله الشغف. أوكي. امتى اعرف شغف الطفل اللي قدامي ده لايه وهو عاوز ايه واكتشفه ازاي؟ يعني انا هقول مثال بسيط جدا لكل الامهات اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي. أوكي. وهو نظام الطفل اللي بيحبي ويروح يطلع المطبخ بتاع ماما كله ويقعد يدقدق في الحلة، هيخبط بيلعب. هو مش بيضايقك يا ماما، وانت تفضلي تقولي له يا حبيبي اسكت لو سمحت اسكت. طب انت ايه بس الفكره في انك تطلع لي كل الحلل؟ بيستكشف مش كده، هو عايز يسمع الماتيريال ديت. لو انا دقيت عليها هتطلع صوت ايه، ودي هتطلع صوت ايه. يعني تخيلي دلوقتي انا لو عملت كده سمع الصوت. فانت بتقصدي هو بيفرق؟ هو بيكتشف يعني هو من نفسه اصلا. الطفل بيعمل كده، كل اطفالنا على فكره، هو ده مش طفل. هو بيحاول يساعد نفسه ان هو يعرف البيئه من حوله. هو مستكشف، هو عالم وبيحاول يستكشف اللي انت مش قادره تجيبيه له. أيوه. طب ايه الحل؟ ان انا ادي له الحله وتعالى حبيبي بص الفرق.
واديله الطبق الماتيريال المختلفه واقول له بص الفرق. ايوه، ان انا اديله الحله واديله الطبق والماتيريال المختلفه عشان خاطر يعرف الصوت، دي قصه ماشي، ما اعتقدش ان اي حد هيتقبلها، وان هم يجيبوه لك الاكاديميه يقول لك خدي علميه انت، دي قصه تانية. لان مش اي حد، مفيش ام، مش كل الامهات متقبله ده، ومش اي حد بيعرف يوصل المعلومه صح. علشان كده برضو احنا بنطلب من الامهات اللي بيودوا او اطفالهم في اكاديمي او في حضانات او وات ايفر، ان هم يسالوا اللي قائم على الحضانه انت هتعلم ابني ازاي علشان انا اكمل معاك في البيت، عشان انا اكون ماشي معاك على خط واحد. احنا ساعات بنضطر ان احنا نعلم ونتعلم مع الام والاب او القائم على تربيه الطفل ده، انت هتعمل ايه معاك معاه في البيت، طب لو سالك عن كذا المفروض انا اجاوب ازاي، اقول ايه، ولو مش عارف مش عيب ان انا اكون اقول للطفل انا مش عارف، لان انا لو قلت له انا عارف كل حاجه فده غلط. غلط طبعا، لانه مفيش حد عارف كل حاجه. طبعا احنا كلنا عندنا الامهات والابات، ده انا عارف كل حاجه اكتر منك انت. ايه اصلا انت لسه يا بابا ما طلعتش من ازعج اتكلمنا؟ لا. طب ما دلوقتي الطفل ده هيبقى عارف اكتر من بابا وماما، لما هيروح البيت هو مش عارف اكتر من بابا وماما، بس معلومات. ده لو فعلا انت الاكاديميه بتاعتك يعني ان شاء الله دايما بالنجاح والتوفيق، وبقينا وصلنا لمرحله ان احنا بناسس الطفل زي ما انت بتاسسي الاطفال، وبتحاولي على قد ما تقدري ان انت تاسسي الاطفال بالطريقه دي في الكيمياء والجغرافيا والاحياء والرياضيات والماث طبعا والرياضيات وكل الحاجات الجميله دي، احنا هنطلع للمجتمع شباب وبنات فعلا فعلا نتشرف بيهم في كل حته. والله انا لسه سامعه مثال بسيط من اخ عزيز بيقول ايه، بيقول ان الطفل وهو صغير بيقول ماما بتعرف كل حاجه، وبعدين لما بيكبر شويه بيبقى ماما عارفه حاجات كتير، وبعدين لما بيكبر اكتر بيقول ماما مش عارفه حاجه. اوكي، ليه؟ هو على اساس التغذيه اللي كانت عنده، التغذيه المعلوماتيه اللي عنده، فهو صغير هو ما عندوش قاعده معلوماتيه، فبيقول ماما عارفه كل حاجه، وبالنسبه له ماما هي اللي بتعلمه. ايوه صح. فعشان كده بنقول خليكي يا ماما انت مدرسه ابنك، اعرفي البرنامج اللي انت مودياه يتعلمه، واطلبي ان انت تتعلميه، مش عيب، مش عيب ولا غلط، بالعكس انت هتساعدي نفسك وهتساعدي ابنك وهتأسسيه افضل واسرع. يعني الامهات اللي بيتفاعلوا معانا وبيقبلوا دعوتنا ان هم يجوا يعرفوا الـ حتى ولو لعبه بسيطه، يعني فعلا انت عارفه انا كنت لسه هسالك، هل ممكن تقبلي ان ام تيجي تقعد مع ابنها تحضر كل الكلام ده عشان تقدر تساعده معاكي في البيت ولا لا؟ بس انت رديتي على السؤال لوحدك. الاصل يا استاذه نانسي ان طبعا الام هي معلمه ابنها الاول. صح كده. يعني احنا انا جايبه لعبه بسيطه كده معايا، بنقول لكل انت جايبه حاجات كتير، احنا لسه هنقعد نبص ايه كل الحاجات اللي انت جايباها دي. ده في حاجات اكتر بس معلش ما لحقناش بقى نطلعها على الهوا. يعني اللعبه ديت بنقول لكل ام واب لو سمحتم حاولوا ان انتوا، دي ماتيريال بسيطه جدا ممكن ان انتوا تعملوا زيها عند اي حد، وممكن تشتروها بمنتهى البساطه. يعني هي ايه دي اصلا؟ يعني الماتيريال بتاعتها ايه؟ ده خشب. خشب وانت ملوناه صح؟ لان الالوان بتحفز مخ الطفل. اوكي. بتحفز مخه وبتاخد انتباهه قوي. أوكي. وبيبقى حابب الحاجه اللي قدامه. أوكي. الطفل في حد ذاته كائن مرح. مبتهج. أيوة. ومرح وبيخلي الجو جميل. اي طبعا. فاحنا بنقول ان دوت مثلا ده اسمه برج اتخاذ القرار. اوكي. دي لعبه ممتعه جدا الاطفال بيلعبوها مع برج بعض. اتخاذ القرار. اشمعنى؟ معلش. لان كل لاعب في اللعبه ديت هو عليه ان هو يتخذ القرار ويتحمل مسؤولياته وتبعاته. فهمينا اللعبه. احنا بنقول لكل ام حتى بتيجي عندنا، يا جماعه لو سمحتوا ممكن تلعبوا مع اطفالكم بحاجات بسيطه جدا وفي هدوء، ما تعلمهمش ان هم علشان نلعب يبقى لازم نجري ونكسر لا، انتوا في هدوء. كل لاعب بيختار، بيرمي زهر والزهر دوت بيجي مثلا عليه اللون الاخضر، يبقى انا لازم اشيل يعني انت عامله زهر كمان بنفس الكالر بقى، مش زهر عادي عشان بدل التوضيح. اوكي. وانا مثلا طلع لي اللون الاخضر، فانا لازم اخد القرار ان انا اشيل واحده خضراء ومن غير ما توقع البرج. فمثلا في حد ممكن ياخد القرار ان هو يشيل الاخضر ده اللي في النص ده. اوكي.
مثلا، ومن غير بس من حقه يمسك يمسك الجوانب كلها. من حقه، من حقه، بس ما دام ايه، ما دام مش هيوقع البرج خلاص بيحطه فوقيه. ما هو لازم يتعلم انه انا ما بهدمش، انا ببني، انا ببني. حلوه قوي. والقرار اللي انا هاخده انا مسؤول عنه. اوكي. واحد تاني لا انا مش هاخد دي، انا هاخد دي. تمام. وهكذا كل واحد بيلعب. احنا كأسرة، تخيلي أسرة أم وأب وأم، بدل ما هما ماسكين موبايلاتهم وكل واحد تقريبا هاجر اللي جنبه، لا هما بيتجمعوا على حاجة زي كده وبيلعبوا مع بعض. هو بينمي في دماغ ابنه ايه؟ بينمي في دماغ ابنه أولا بيتعلم الألوان، ثانيا بيتعلم اتخاذ القرار انه يكون مسؤول. انا لو خدت دي مثلا انا ممكن اوقع البرج، فلا مش هاخد دي. ويقعد يفكر انا اشيلها من هنا ولا اشيلها من هنا. طريقة التفكير دي هي بتبني الشخصية، ان انت مسؤول عن قرارك حبيبي، وانا جنبك بس مش انا اللي هاخد لك القرار. اوكي. فدي ده يعني نموذج بسيط بصراحة، حبينا بس نوريه لكم يعني. اصلا فكرة رائعة وحاجة فعلا عايزة اقولك انها ممكن تنمي الذكاء عند الاطفال، وبتنمي حاجه ممكن، عارفه في اطفال كتير عندهم هايبر اكتف والحركه زياده وما بيبقوش عارفين يقعدوا في مكان واحد، دي ممكن تخليهم قاعدين ولو نص ساعه مع بعض، لو مجموعه اطفال بيلعبوا قاعدين ساكتين مركزين في اللعبه. هو فعلا احنا ده في اطفال، في اطفال في المدارس كتير كمان المدرسين بيشتكوا من عدم تركيزهم، دي اعتقد يعني انها بتنمي التركيز، صح ولا غلط؟ هي بتنمي طبعا التركيز، لانه لازم بيركز في الحركه ويركز في الخلايا اللي فضيت عنده، وايه الخشبه اللي اسهل، ده طبعا لازم هتنمي التركيز. لكن في ادوات تانية عند ماريا مونتسوري بتساعد على نمو التركيز اكتر. زي ايه بقى؟ يعني في العاب بتكون تآزر حركي بصري، ان هو لما يحرك خلية واحدة مثلا من اللعبة، اللعبة بتتحرك. فاكرة لعبة الدومينو اللي كنا نرصها وبعدين نوقع أول واحدة فتكر مثلا وراها؟ أيوة أيوة صح. في شبيه للحالة دي، ان هو بيعمل حركة واحدة بتتبعها حركات كتير، ده بيخليه ايه؟ يخليه يعرف ان انا لو خدت قرار واحد ممكن يتتبعه حاجات كتير قوي، فبيفضل متابع ببصره ايه اللي بيحصل نتيجة اللي انا عملته ده. فبيتعلم برضو من دي حاجة، ان كل شيء وله مسبب. اوكي. وله سبب. صح. فبالتالي بيبدأ يركز قوي. انا لأ، وبعدين بالذات لما تعلمي الطفل ان هو اللي يبني البرج بقى، او ان هو اللي يعمل اللعبة. هو يعمل اللعبه؟ يعني انت يعني تقصدي ان هو مثلا هو اللي الخشب طبعا احنا نجيبه له، بس هو اللي يعمل الكولر بتاعه وهو اللي يبني الحركه اللي انت عاملاها. احنا برضو عايزين نقول ان الامكانيات الاقتصاديه دلوقتي اللي بتمر بيها الاسره المصريه، ان انا مثلا مش هقدر اروح اجيب لعبه ب 100 او 200. صح تمام. بس انا بمنتهى البساطه انا ممكن اخلي الام تعمل الالعاب المونتسوري عندها، انها تعلم الطفل ازاي يتحكم في عضلات ايديه مثلا الصغير. اي علبه سمنه فاضيه عندها لو جابت الغطا بتاعها وخرمتها وخلت الطفل بس يرتب الشاليمو جوه الفتحات دي، ده هو إيه بقى؟ بيعمل ايه؟ بيعمل ايه بقى عشان التركيز يعني؟ اولا هو بيركز ان الشاليمو دوت يخش جوه الفتحه دي. اوكي. ده اولا تمام. خلاص ده تركيز. ثانيا انه يتحكم في عضله ايديه ازاي يدخلها، وبالذات لو الفتحه ضيقه مثلا، فيبدا يضغط فينمي عضلات ايديه الصغيره، الفواصل الصغيره بتاعه صوابعه. فدي يعني بحر كبير، ازاي ان انت تتغلبي على المشاكل الماديه اللي ممكن تقابلك كاسره. مش هقدر اشتري لابني ادوات كتيره والادوات دي غاليه وي وي وي. أيوة لا صح. اتصلي بينا بس واحنا هنساعدك ونقول لك تعمليها ازاي من ماتيريال سهله جدا، سواء كرتون او علب فاضيه عندك في البيت او معالق، هنساعدك بكل الاشكال. احنا ممكن نفتح المداخلات يا جماعه عشان لو اي حد حابب يكلم استاذه صباح يخش معانا على الهوا ويسالها اي حاجه. ده غير كمان ان احنا سايبين ارقام الاكاديميه بتاعه استاذه صباح على الشاشه، لو اي حد حابب يتواصل معاها للاكاديميه يتواصل معاها، وانا واثقه
انا واثقه وبعد اذنك انا هجيلك. اهلا بيكي طبعا. ده وبعد اذنك احنا بس مش بنقول ان احنا الاولياء الامور بس، لا احنا ما عندناش فكره ان انا وانا المنفرده بالكلام ده، لا بالعكس احنا بنتمنى ان الطريقه دي توصل لكل بيت مصري، مش كل مركز ومش أيوة كل صح. ومش كل معلمه، لا اللي عايز يا جماعه يتعلم الطريقه دي اهلا وسهلا بيه، اللي عايز يقلب الحضانه بتاعته بالطريقه دي علشان يميزها ويميز اطفاله، يا ريت خلينا كلنا نتعلم ازاي نعلم اولادنا وازاي نطلع جيل جميل للبلد الجميله اللي احنا عايشين فيها. فاحنا مش عايزين ولادنا بس في مكاني، اما انا ممكن مثلا افتح فرع واثنين وثلاثه بس مش هقدر ان انا اوصل لكل طفل في مصر. صح. لكن عجبني قوي فيكي ان انت نفسك تعلمي كل الناس، كل اطفال مصر اطفال. انا انت قلتي لي الكلمه دي بره وبسطتني جدا جدا منك قبل الهوا، ان انت انك نفسك تعلمي كل الاطفال، نفسك تشوفي كل الاطفال متعلمين من تسوري وجلين دومان، صح؟ وحافظين كتاب الكيمياء تغني. اكيد اكيد، بس يعني برضو انا ما بحطش حكر ان هم يتعلموا الطريقه اللي انا بعلمها، لكن انا نفسي، هو نفسي فعلا ان كل الاطفال يطلعوا مثقفين، يطلعوا قادرين ان هم يتحدوا الزمن اللي احنا عايشين فيه دلوقتي بالانفجار المعلومات اللي احنا عايشينه. أيوة. بضغطة زر بيجيب معلومات رهيبة. طب وعقلي فين؟ انا ليه ركناه؟ تخيلي لما انسان يضيع موبايله فتضيع كل اتصالاته وتضيع كل حاجة ويتوقف يومين عن الحياة ومش عارف يوصل لحد ليه، علشان بطلنا نحفظ. أيوة صح. يعني الناس اللي بتعيب على الحفظ، الحفظ مهم، انا مش هقدر ان انا اعمل اي معادلات رياضية الا اذا كنت حافظة الارقام، مش هقدر اكتب الا اذا كنت حافظة الحروف، والمنطق مهم لان انا مش هقدر اعمل اي عمليات رياضيه. طب الا لو انا عارفه المعادلات. خلينا واقفين ان احنا هنعرف المعادلات، بس خلينا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومكملين مع استاذه صباح غريب. خلينا نتكلم بقى ايه اكتر، بس استني قبل ما نتكلم مستني. فتحنا المداخلات فجانا مداخله من استاذ فلاح، صح؟ كفر الشيخ، ازيك؟ يا مرحبا يا مرحبا، اتفضل حضرتك. انا يعني الموضوع برنامج اللي هو باختصار دي حضرتك يعني هو كويس جدا يعني، بس طبعا انا ليا يعني كم سؤال كده. اتفضل. حضرتك الطفل بيقدر يستوعب هو عنده كم سنه وبعدين بيحفظ يعني مثلا عن طفل عنده 6 سنين بيحفظ مثلا وبيحفظ كلمات وكلام من دي، ويوم اثنين ثلاثه بتلاقيه نسى الكلمات ده ثاني وترجعي تحفظيه من جديد وكده، فهو يعني ايه الحاله اللي هي المحفزه اللي هي لدرجه ان هو ما ينساش المعلومه او كده يعني؟ يعني مثلا هو في سنه اولى ابتدائي مثلا وخد اجازه 15 يوم، كل المعلومات اللي خدتي نساها. يا استاذ ما انا هقول لحضرتك على حاجه بقى. هقول لحضرتك على حاجه، ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، في ان احنا ما بنأسس اطفالنا من وهم صغيرين. صح صح يا استاذ صباح ولا ايه؟ انا بس عايزه ادي كبسوله بس بسرعه كده. اتفضلي. طبعا. علشان احنا اللي فلت مننا خلاص، طب هنعمل فيه ايه؟ بس في كبسوله سريعه كده، ازاي افضل محافظ على الحاجه اللي انا عايزه احفظها. اوكي. انا مثلا عندي ورقه اهو وعايزه احفظ كل الكلام اللي فيها ده. اوكي. وانا عندي سني 60 سنه. في حاجة اسمها الذاكرة القريبة والذاكرة البعيدة. الذاكرة القريبة ان انا لا اقرا الورقة دي وانا فاكراها دلوقتي فبطلع بقولها. انا لسه فاكراها، وده اللي بيحصل للطالب، ان انا بذاكر الكتاب ده وبعدين بخش الامتحان احطه وسلام عليكم وعليكم السلام. لا احنا بنقول طب انا عايزة انقل المعلومات ديت للذاكرة البعيدة، اعمل ايه؟ ايه العلاج؟ العلاج ان انا افضل اكرر فيها بس مش في نفس الوقت. اوكي. على فترات. على فترات متباعدة، ان انا هاخد الورقة دي النهاردة هقراها 3 مرات، 3 مرات بين كل مرة ومرة 3 ساعات مش ورا بعض. خلاص خلصت المرة دي النهاردة هركنها على جنب واجي بعد اسبوع هقراها.
طيب واجي اعتقد بعد اسبوع هقراها، اعتقد هلاقي اعتقد بعد شهر ان انا مش محتاجه ان انا اقراها. اعتقد ان هي ردت على حضرتك. انا هديله كمان مثال بس بسيط. سؤال واحد بس. اتفضل. حضرتك انا عايز اعرف ذاكره الطفل ديت يعني تستوعب اي معلومات، ولا هو كتر المعلومات غلط عليها في السن ده، ولا ايه يعني؟ حاضر استاذه صباح هترد على حضرتك، اشكرك. ذاكره الطفل انا همثلها بمثال بسيط خالص، عامله زي الاسترتش، القماش الاسترتش. حطي فيها زي ما تحطي وهي هتمط وتتمدد وتاخد اللي انت عايزاه. أوكي. زي الكاوتش كده. اما لو انت ما حطيتيش فيها اي حاجه، الخلايا دي بتضمر وتموت، ما بيبقى لهاش اي لازمه. وهو دوت الفرق بين الطفل وهو متاسس عنده معلومات كتير، والطفل اللي ما تاسسش وما دخلتلوش معلومات خالص. وهو دوت اللي بيعمل الفرق بين الطفل اللي بيعرف لغه وبيتقنها علشان هو بيتعلمها من وهو صغير، وبين الواحد الشخص الكبير اللي بيجي يتعلم اللغات وهو كبير. طيب احنا ردينا على السؤال عشان احنا فتحنا مداخلات. معانا اسراء من اسيوط، اتفضلي. اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن استاذنك بس توطي التي في شويه عشان اسمعينا احسن من التليفون. ماشي. اتفضلي. انا دكتور عند الاطفال، ازاي اعرف اذاكر لهم وازاي اعرف العيل بيستجيب ايه؟ يعني عايزه تعرفي ازاي تذاكر لهم؟ ايوه، ازاي مثلا اخلي يستجيب للمعلومه كويس ما ينساهاش في الكلمات، في المتقاطعه، في الحروف. ان انا بذاكر لهم تعبني خالص مش فاهمين. وازاي ابدا العيل من سن كام يبدا يفهم الحاجات ويفهم الالوان يفهم الاشكال؟ طيب حاضر هنرد عليكي، اشكرك. هو اعتقد العب اعتقد ان السؤال الاولاني هو نفس السؤال اللي فات. هو بس انا عايزه اوضح ان كون ان الطفل بيفهمني غير انه يتكلم. جهاز النطق ممكن يكون ما بيكتملش غير بعد سن السنتين، لكن ده مش معناه ان هو ما بيفهمنيش. ما انا لما اجي اكلم انسان وهو عنده ما فيش جهاز نطق خالص، انسان ما بيتكلمش، مولود ما بيتكلمش، اي وات ايفر بقى السبب ايه، خلاص ده معناه ان هو ما بيفهمش؟ لا طبعا. ولادنا بيفهموا يا جماعه، هو ولادنا بيفهمونا من هم سنهم 4 شهور، بدليل ان انت لما بتيجي مثلا تشاوري للطفل بالبيبرونه بتاعته بيعرف ان دي اكل، فبيتحفز جدا وبيضم بقه وشفايفه بتطلع لقدام علشان يرضع الببرونه. يا سلام انت عرفت منين ان دي اكل، وعرفت منين ان دي لعبه، وعرفت منين ان كذا. لا، هو بيفهمنا وبيفهمنا كويس قوي. طيب انا دلوقتي عندي طفل وعايزه اعلمه، زي ما قلنا الفهم شيء وجهاز الاخراج اللي هو النطق شيء اخر. فانا انه انا اديله مدخلات، ده من سن 4 شهور، يعني انا استنيها انها تخرج، استني النتيجه على سن السنه ونص، هيقول لك كل اللي انت دخلتيه. علشان كده الطفل المصري اللي بيتربى في أسرة مصرية بيتكلم عربي. أيوة صح. والطفل اللي بيتربى في أسرة أمريكية بيتكلم إنجليش. طيب مش إحنا صعب. إحنا معانا مداخلة كمان، أستاذ خالد من القاهرة، اتفضل. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بحب بس أشكر برنامج نفسه وأشكر أستاذة نانسي المغربي جدا، البرنامج بتاعك جميل وأنا بحبه وبحب أتفرج عليكم جدا ومن معجبينك، وبجد يعني برنامج ما شاء الله جميل جدا. ميرسي لذوقك، شكرا. والله ميرسي جدا، والاستاذ صباح ميرسي جدا، وبرنامجك وربنا ان شاء الله من نجاح لنجاح يعني. ميرسي، ربنا يخليك، اشكرك، ميرسي لذوقك، شكرا. مفيش سؤال؟ مفيش سؤال، هو بيشكرنا. هي حلقه جميله وانا مبسوطه بيه النهارده جدا، وانت نورتيني، وللاسف للاسف الحلقه عدت. يعني احنا كان المفروض معانا فقره ثانيه واحنا ما طلعناش بيها، لان فعلا احنا ما لحقناش نخلص المعلومات، فلينا فقرات تانية. عايزة أقول لكم على مفاجأة، إن أستاذ صباح مكملة معانا في البرنامج حلقات وحلقات، وهتبدأ تشرح إزاي نتعلم من سوري وجليندومان، صح كده؟ أيوة، صح؟ وإزاي إن أنا أعلم ابني في البيت، أنا مش محتاجة لحد متخصص إنه يعلم لي طفلي. وأعتقد ده هيبقى الإجابة، إزاي أذاكر لأولادي، كانت معانا في المداخلة، صح كده؟ أنا بشكرك جدا وسعيدة جدا باللقاء ده، ونورتيني.
شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، يا رب تكونوا النهاردة استفدوا من الحلقة، ونكون قدرنا نوصل إزاي نتعامل مع أطفالنا وهم لسه صغيرين، وإزاي لازم إن إحنا في التعليم بالذات نتعامل نخليهم يحطوا أساس كويس وقوي علشان يقدروا دايما يبقى عندهم أهداف يمشوا عليها ويطلعوا ناس سوية للمجتمع. أنا بشكركم جدا، ويا رب تكون حلقة خفيفة ظريفة على قلبكم، واستنوني كل اثنين الساعة 6 في برنامج باختصار مع نانسي المغربي، وسلام عليكم.